عقدت وزارة التضامن ملتقى لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، رؤية اجتماعية اقتصادية. جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي، حيث نظم الملتقى برعاية وزيرة التضامن نيفين القباج ومشاركة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. وعرضت وزيرة التضامن رؤية الوزارة لفتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية.